السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج البيت. رمضان الحقيقة مليان بالفرص على كل المستويات، يعني فرصة للتقرب لربنا، فرصة للتغيير في العادات اللي احنا بنعملها، وكمان فرصة عظيمة جدا لجمع ولم شمل الأسرة. طيب ده يتحقق ازاي ويزيد الود والمحبة في الشهر الكريم ده ازاي؟ ده طبعا كل ده هنعرفه النهاردة من الأستاذة سماح عبد الفتاح استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية اللي منورانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة سماح. يعني شهر رمضان دايما بتبقى ليه فرحة خاصة كده وليه أجواء مختلفة الحقيقة، حتى أي حد في أي حتة يقولك في مصر فعلا رمضان حاجة تانية. عايزين بقى فرحة رمضان دي وشهر رمضان الجميل والأجواء بتاعته تبقى موجودة عندنا في البيت، نحسسها لولادنا إزاي، نحسسهم من الشهر ده مختلف وفعلا ليه أجواء وليه روحانيات مختلفة تماما. من الحاجات الجميلة في العالم العربي وفي مصر بالتحديد إن إحنا عندنا كل موسم زي ما أهالينا كانوا بيسموهم زمان له طقوس. صحيح. وله زي ما بيقولوا كده له ضيافة معينة بنستقبله بطقوس معينة، طبعا بغض النظر عن أن أغلبها عادات ما هيش في أصل العبادة أو ما هيش حاجات مفروضة علينا، ولكن ارتبط عندنا الشهر الكريم بالزينة، ارتبط الشهر الكريم عندنا بالفوانيس، ارتبط الشهر الكريم عندنا بالعزايم والتجمعات. في حاجات من قبل رمضان بأسبوع بعشر أيام بتلاقي العالم مستعد. الإسلامي كله الناس كلها واقفة على رجل كأن العيد داخل علينا، بس العيد ده 30 يوم. صحيح. فحقيقي بيبقى عندنا استثمار، ستات بيوت كتير جدا بيعملوا تجهيزات لرمضان، جزء منهم بهدف أن الضيافة كتير والخير كتير وهيبقى فيه ضيوف كتير داخلين البيت، والجزء التاني وده الأصح طبعا أن وقت رمضان ثمين جدا وغالي قوي. صحيح. مش عايزة أضيعه في المطبخ او مش عايزه اضيعه بعمل حاجه، فبيبتدوا يجهزوا ترتيبات كتير لرمضان. بالظبط. ولادنا لازم يبقوا جزء من السيناريو ده. ايوه. ولادنا لازم يبقوا جزء من التجهيز للهمه الزياده في رمضان. يعني ايه الهمه الزياده؟ يعني الطبيعي ان احنا كلنا كمسلمين عندنا عباداتنا وعندنا السيناريوهات الثابته اللي في حياتنا. صحيح. بنصوم، بنصلي، الناس اللي ربنا بيفتح عليها وتصوم تطوع طول السنه، ولكن رمضان صيام 30 يوم متصلين. صحيح. الصلاه اغلبنا اذا ما كانش كلنا يعني بنبذل مجهود رهيب في الصلاه على وقتها. صحيح. اللي هو ما بين اذان واقام. فبنبتدي نشجع ولادنا ان احنا ندخل بالهمه دي، همه انا بسميها كده اعاده ضبط. عارفه بالظبط كده لما يبقى عندك جهاز وتحبي تظبطيه بتعملي ايه؟ بترجعي لي اعاده الضبط بتاعه المصنع. انا بعتبر ان رمضان كل سنه دي فرصه جميله رب العباد سبحانه وتعالى بيكرمنا بيها نرجع بيها نفوسنا وبيوتنا وعاداتنا وطباعنا لاعدادات المصنع. صحيح. اللي هي فطرتنا السويه اللي ربنا سبحانه وتعالى جميل. خلقنا بيها. صحيح. فعلا كمان بيبقى فرصه للم شمل الاسره ازاي برضو. ده يعني احنا ما بنشوفش بعض طول السنه، فبيبقى شهر رمضان فرصه ان احنا يلا تعالوا بقى ايه نتجمع الاصدقاء القرايب، فكره كمان صله الرحم اللي ممكن تكون مقصرين فيها شويه الى حد ما مع ظروف الحياه في الايام العاديه. فشهر رمضان برضو ازاي نقدر نخليه فعلا فرصه عظيمه للم وجمع شمل الاسره. بصي انا هبتدي معاكي من الاسره الصغيره، لان انت هتتفاجئي ان في بيوت هم محتاجين يصلوا رحمهم فيما بين الاسره الواحده. الواحده صح. يعني الاب والام والولاد كل واحد بطبيعه بيبقى في أوضة. الحياه في ال 11 شهر الباقيين في السنه كل واحد ممكن ياكل في وقت مختلف، يرجع البيت في وقت مختلف، يتغدى وقت ما يحب. فعلا. ولكن في رمضان احنا عندنا توقيت ثابت. صحيح. البيت كله 3 4 5 افراد موجودين على سفره واحده. فعلا. للفطار، وغالبا موجودين على سفره واحده للسحور. صحيح. فدي اول لقطه انا بحبها قوي في رمضان، انها بتلم الاسره الصغيره تاني. الاسره الكبيره من الجميل طبعا ان احنا نبقى بنصل رحمنا، ودي حاجه بقى ممتده، وانا بعتبر ان صله الرحم في رمضان وفي غير رمضان دي من الواجبات. يعني فروض صله الرحم واجبه. صحيح. مش حاجه اختياريه. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى ربط كتير جدا 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 من الخير بصله الرحم. بصله الرحم. صح. بركه العمر، بركه الرزق، الرزق ساعة الرزق، كل شيء جميل هتلاقيه مربوط بصلة الرحم. صحيح. واصل الرحم في نعيم مقيم حتى لو رزقه محدود، ولكن البركة فيه ده بعد تاني خالص للرزق. فعلا ده صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فكرة صلة الرحم كأنك بتوصل تصل مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني طيب
كتير جدا للاسف من الناس يعني رمضان شهر جميل اهو يعني وليه اجواء روحانيه جميله جدا وعظيمه في نفس الوقت، بس كتير بيكون شهر رمضان تحسيه عبء كده على بعض الناس، يعني لو لازم نشتري مثلا اكتر ما بنشتري في الايام العاديه، في عزومات كتير، في لازم خزين نخزن من قبل رمضان، ففكره العبء الكبير اللي موجود على الاسره ده ازاي نخفف من عليه، وازاي الاسره لا مش عايزين، عايزينك تستمتعي بشهر رمضان بروحانياته من غير العبء اللي بيكون عليه ده. محتاجين نغير عاداتنا، العادات والثقافة، محتاجين نغير عاداتنا ثقافتنا قناعتنا. صحيح. ومش هضحك عليكي واقول لك ان احنا قادرين انا وانتي ان احنا نغير المجتمع كله خالص، احنا نقدر نبتدي بينا احنا الاثنين، صح، كل واحد فينا هيعتبر ان شهر رمضان اللي بتحطيه على سفرة بيتك في الغداء حطيه في الفطار. هيزيد ايه؟ كوباية عصير او تمر وميه عشان صحيح. نكسر صيامنا عليها. صحيح. وتغدي. جاي لك ضيف، الكرم اللي في الايام العاديه هو الكرم اللي في رمضان. صح. البيت فيه نعمه وفضل، اللي موجود في البيت هنضايف بيه. صح. طب البيت ما فيهوش، اللي موجود في البيت هنضايف بيه. صح. انا ضد وضع عبء جديد على الاسره تحت مسمى حاجه جميله احنا بنعملها اسمها صله رحم. هو انا لو عزمت حضرتك عندي في البيت ولقيتيني عامله لك على الفطار كشري، مش هتاكلي؟ يا سلام، يمكن تاكلي اكتر من الاكل العادي. صحيح. ولكن مش عايزين كلنا نعيش، فاكره الفيلم بتاع ابو العروسه والبوفتيك هيقولوا علينا ايه؟ لازم نجيب البوفتيك. ايوه صح خالص. الموجود هو اللي هنقدر نتلم عليه، واحنا كعرب عندنا في مطابخنا، وعلى فكره ده من جمال المطبخ العربي، من ابسط الاكلات عندك اكلات قمه في الفخامه وقمه في الطعامه كمان. صح. يعني احنا مثلا في عيلتي احنا بندور مين الشاطره فينا اللي بتعرف تعمل بصاره مثلا. الله. او بتعرف تعمل كشري. الله. دي حاجه عندنا بقت من النوادر، الاكل الحرش الجميل اللي بياكل ده اكل عظيم. صحيح. اللي هو لو حطيتيه على السفره صدقيني ممكن يكون في الاجيال بقى الصغيره، ولادنا، في ولاد منهم يا حبايبي ما يعرفوش طعم الحاجات دي، من كتر ما احنا طائعين مختارين طلعنا كلنا للقطه ابو العروسه. أيوه. كلنا عايزين نعيش في مستوى اقتصادي، وعلى فكرة اقتصادي عالي صحيا مؤذي ومزعج. صحيح. للجسم، لأن أنت جسمك ما يستحملش هذا الكم من البروتين الحيواني اللي الناس فاكرة أنه المفروض يبقى على السفرة كل يوم. لا، بيسبب أمراض كتيرة فعلا خالص. أنت أقصاكي، وأعتقد يعني أسدتنا طبعا في طب التغذية تناولوا الموضوع ده مرة مرتين بروتين حيواني في الأسبوع، والباقي خير ربنا ايا كان اللي موجود. فاحنا محتاجين نتحرر من افكارنا. صح. ممكن نبتدي نتبنى افكار ابسط من كده. إيه العزومات المجمعه؟ زمان جدا لو تفتكري ايام جدتنا وخالاتنا وعماتنا اللي عامل طبخه كان بيجيبها ويجي. فعلا. بس مش عيب ومش حاجه تكسف. ده الديش بارتي، حاجه طبيعيه، اللي هو الديش بارتي يعني. اللي احنا شيكناه وعملنا ديش بارتي يعني، او عملنا بيكنيك ان احنا نتجمع. أيوة في حته. صح. وكل واحد يجيب صنف. ده مش غلط ولا عيب، ده جميل على فكره، فكره رائعه ان برضه ما بتكلفيش جداً. البيت حقيقي. الواحد بحاجات كتيره، بتوزعي فكره. وفي نفس الوقت يبقى في برضه حته صلة الرحم، وحتة ان احنا تجمعنا ما قطعناش عادة حلوة، وحتة ان ولادنا تعودوا، وحتة ان اهل البيت ما تعبوش في خمس ست اصناف، كل ست فينا هتعمل صنف واحد. صح. فالفكرة لطيفة وخفيفة على الكل، مجهودا وتكلفة. وتكلفة. بصي، ده يخلينا نروح لحتة كده خدت من كلام حضرتك، اعادة ضبط المصنع، ان احنا ايه نتخلص من اللي عارفه زي مثلا في التليفون الفيروسات والحاجات اللي بتبقى موجوده. ما دي فكره برضو ان احنا نتخلص من العادات السيئه اللي في حياتنا، فكره الروتين الغلط اللي ممكن نكون احنا طول في حياتنا وفي يومنا العادي ممكن نتخلص منه. فشايفه حضرتك دي فرصه ازاي ان احنا فعلا نتخلص من عاداتنا السيئه والروتين الغير صحيح؟ مبدئيا رمضان فرصه لضبط النفس. ضبط النفس في ايه؟ ضبط النفس في انك تقللي من الحاجات اللي بتشتت وقتك، تقللي من الحاجات اللي بتضيع وقتك، تقللي من الاكل اللي ممكن يكون كتره حقيقي ممكن تفسد صحتك. فعلا. احنا بنمسك لساننا حلو قوي في رمضان. جميل ان احنا نكمل صيام عن الغلط، ونكمل صيام عن الغيبه، ونكمل صيام عن النميمه، ونكمل صيام عن النقد واللوم وكل ما يؤذي باللسان، لان ده اقوى درجات الصيام. فعلا. الصيام عن ما يؤذي الغير. جميل ان احنا بعد رمضان نكمل في الصيام مثلا اثنين وخميس تطوع. جميل. كلنا بنمسك مصاحفنا في رمضان زي ما ما بنمسكهاش طول السنه. صح. ولكن المصحف موجود معاكي طول السنه. وصحبه امنه. صحيح. وصحبه مضمونه. وصحبه في رصيدك. صحيح. قيام الليل اغلبنا بنستنى عشان نتسحر وعشان نصلي الفجر.
حلو، والركعتين اللي قبل الفجر. طب ما الركعتين دول موجودين طول السنه، صح، ورب العزه ما معانا، ربنا يعني كريم علينا بكرم لا نهائي طبعا، طول اليوم طول ما احنا بنتنفس طول السنه، وطبعا الثلث الاخير من الليل يعني فيه من الخير اللي صحيح. مش في بقيه اليوم صحيح. فكل واحد فينا ودايما نصيحتي لنفسي قبلكم مع كل رمضان بنقي حاجه من الحاجات اللي التزمت او حاولت وجهدت وعملتها في رمضان تكمل معايا بقيه السنه، حتى لو الحاجه دي تسبيحه واحده. تسبيحه واحده يعني ابدأي من ابسط البسيط، ما ترفعيش البار على نفسك قوي فتحسي انك ايه ده، هو انا هعيش 12 شهر رمضان؟ احنا نتمنى نعيشه طبعا، ولكن النفس مياله برضو للدنيا طبعا، فساعه كده وساعه كده. فانا هقول لك ابتدي من ابسط حاجه عجبتك انبسطتي بيها، ريحتي، حسيتي ان انت انجزتي بيها انجاز قوي في رمضان، وكملي بيها وشطارتك لو عديتي عليها اول 3 ايام بتوع العيد هيكمل معاكي. حلو، ده تدريب هايل ده لافراد الاسره، فكره حقيقي. ان انا اعود، لان فكره ان انت بتحولي حاجه لعاده ان انت تستمري عليها فتره من الزمن، فاحنا قدامنا 30 يوم لو اتدربنا فيها على فكره ان انا كل يوم بعمل حاجه معينه من تسبيح من اذكار من صلاه زياده عن الحاجات الفروض اللي انا بعملها طول اليوم، ده يخليني مستمره ان شاء الله طول الوقت. اكيد. ولا في ايه تاني يعني ممكن اتدرب على ايه تاني؟ اهم حاجه في القصص دي كلها عقد النيه. النيه، خلاص انا رمضان نويت. شهر نوايا. احنا بنخش رمضان ممكن تدخلي بنيه واحده انك تصومي، وممكن تدخليه ب 30 40 نيه. توضيب الاكل وانت بتعملي لاسرتك الفطار، انت ممكن تخشي تعملي الاكل ادي نيه، صح، وممكن تخشي ب 10 15 نيه. هفطر صايم، هعينهم على العباده، هقويهم، هاطعم، همتعهم بخير ربنا، صحيح. هشكر زوجي على الرزق اللي هو تسبب في وصوله لينا، صح. هشكر بنتي وهمرنها على انها تعد الاكل ده، همرن ابني انه يشكرني قدام بنتي وقدام جوزي. شوفي كام نيه ممكن تطلع بس وانتي بتعملي الاكل. الله، جميل قوي. عقد النوايا ده مع الروح الطيبه اللي في العيله، صدقيني بتطلع بعد رمضان بتطلع ناس مختلفه فعلا، صح. وكتير كتير كتير مننا يمكن كان عندنا نقط تحول في حياتنا، هتلاقي اغلبنا النقطه دي يا البذره اترمت في رمضان يا تم الحصاد في رمضان. الله، من كتر ما هو انا بشوفه الحمد لله يعني، وكتير غالبا بيشوفوا شهر خير الحمد لله يا رب. طبعا شهر الخير الكريم يعني. هستأذن حضرتك واستأذن مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية، وقبل ما نطلع الفاصل بنتكلم على فكرة ان احنا ازاي بقى نتدرب كده في خلال شهر رمضان على العادات الجميلة، ويبقى عندنا روتين كده ان شاء الله نلتزم بيه كمان بعد رمضان. دكتورة بقى، فكرة يعني الأسرة ولم الشمل بتحصل بقى في بعض كده، دايما تلاقي لازم في حاجة بتطلع كده، تلاقي الأسرة معزومين، تلاقي ممكن يحصل فيه خلافات، ممكن يحصل فيه كده شوية تطشات كده بين أفراد الأسرة، حد ما عجبوش حاجة، حد فتح موضوع فافتكر حاجة فقعدوا يتكلموا فيها، حصل خلاف. إزاي نقدر نحافظ على فكرة الود والحاجة الحلوة كده بين أفراد الأسرة؟ طيب، من بداية التخطيط للعزايم في لقطة كده فيها شوية ذكاء. بمعنى لو كل فروع العيلة حبايب وصحاب ومفيش خلافات تاريخية في الموضوع، بتجمعي الناس دي مع بعضها. أي فرع تحسي إن في خلاف أو في حتى كيمياء، مش لازم يكون في لا قدر الله خلاف أو مشكلة، ولكن في أوقات ناس كميتها مش شبه بعضهم، طباعهم مش شبه بعض، ميولهم مش شبه بعض، المراحل السنية فيها فجوة كبيرة جدا، صحيح. في الحالة دي لا، ممكن أقسم العزومة دي عزومتين وابقى ضامنة ان كل مجموعة هيبقوا مرتاحين اكتر مع بعض، صح. دي من شطارة التخطيط للعزومة. عشان كده انا برجح الحتة دي، وكنا اتكلمنا يمكن فيها مرة قبل كده، من قبل الشهر ما يبدأ انا ببقى عارفة انا عايزة اعزم مين، ايوة، وببقى مخططة ان على مدار الشهر انا هعمل مثلا 3 عزومات كبار. التلاتة دول مين بقى اللي معزوم فيهم؟ العزومة الاولانية مثلا الفروع الفلانية من العيلة، العزومة الثانية الفروع اللي بعدها من العيلة، العزومة الثالثة مثلا الشباب والصغننين، صح. وفي بقى على الجنب أختي
انا رايحه لها هي جايه لي، دي مش عزومه، الاخوات مع بعضيهم طبعًا. بنبقى الموضوع ابسط. ابني مثلا جايب صحابه، وبنتي جايبه صحابها، برضو بنحاول ننتهز الفرصه دي عشان نبقى اقرب للحلقات الاجتماعيه اللي ولادنا جزء منها. جميل، صح. وفي نفس الوقت التنسيق مطلوب. لو لا قدر الله بقى حصل اي سوء تفاهم في وسط عزومه ما كانش متخطط فيها اي سوء تفاهم، ايوه، ببساطه بتروحي حضرتك داخله سحبه طرف، تمام، تعالي يا فلانه معلش ساعديني، طلعي معايا كذا، معلش حد يا جماعه يجي يدوق لي كذا، انا بعمل كذا. بتفكي بشياكه الاختلاف من قبل ما ينشا لو لاحظتيه في الاول. ودي من الحاجات الألطف طبعا ان احنا نتحاشاها. وهنا انا بقى بكلم الضيوف مش صاحبة البيت. لما بنتعزم عند حد، من فضلكم خلوا الكلام عام خفيف لطيف، صح. مفيش عتابات في عزايم، مفيش عتاب بره بيتي. انا لما بحب اعاتب حد يا بجيبه في بيتي يا بروح له لحد بيته، بس اكيد مش هقابل حضرتك لو احنا معزومين عند صديقه ثالثه لينا نتعاتب هناك. نتعاتب هنبقى كده افسدنا توقيت هو مش بتاعنا، ده انا وانتي جزء منه. فعلا، صح. وبعدين احنا كمان داخلين شهر رمضان بقى، فكره التسامح وان احنا كده يبقى قلبنا صافي وخلاص نسينا كل المشاكل وكل الخلافات، ما حبكش بقى العتاب والحاجه جوه شهر رمضان. بصي، العتاب جزء من التصفيه، ولكن التوقيت مهم قوي. التوقيت اختيار مهم. التوقيت المناسب مهمه. ولا وجميله فعلا فكره التخطيط لمين اللي هيبقى موجود في الاسره او في العزومه نفسها اللي انا بعزمها. دي بتخلي لقطات كتير نتحاشاها، مهمه يعني. جدا فعلا. طيب الجد والجده بقى في البيت في رمضان بتبقى طبعا ايه، يعني تلاقي مثلا الولاد الصغيرين بيبقى الفجوه بينهم وبين الجد والجده كبيره شويه، فدي ليهم مثلا طقوس، والجد والجده ليهم طقوس وتصرفات طبعا غير باقي افراد الاسره. نتعامل برضو معاهم ازاي وننبههم لايه لو في برضو اي حد بيسمعنا، ازاي يتعاملوا برضو مع بقيه افراد الاسره كده في شهر رمضان بالذات يعني. طبعا الكبار دول بركه الدنيا، طبعا يعني على مدار السنه، على مدار 12 شهر دول خير البيت. طبعا فلو في جد او جده في اي بيت فاعرفوا ان انتوا كده بيت خير مبدئيا. فلازم على مدار ال 12 شهر ولادنا يبقوا فاهمين ان الجد والجده دول قبل اي حد في البيت. طبعا. وخدمتهم، بصي بقى، خدمتهم مش مساعدتهم، خدمتهم واجبه على كل اهل البيت. الله. ولو انت بتتعاملي مع الكبير اللي موجود في البيت سواء والدك او والدتك او حماكي او حماتك باعتباره شخص في اي بي مهم جدا، ولادك هيلقطوا ده منك. صح. ولو الطباع اختلفت بحكم السن، طبعا. ولو الخلق اضيق شويه برضو بحكم السن، طبعا. انا وانا بعلق على الطباع او على التصرفات الصعبه او على الخلق الضيق، انا بعلق بوش مفرود وانا بقول ربنا يديهم الصحه، يا رب. هم صح. كبار. هم مختلفين، هم اسلوبهم غيرنا، هم بيحتاجوا معامله مختلفه. صحيح. احنا واحنا صغيرين اهالينا دول اللي استحملونا لما كنا مزعجين ولما كنا زنانين ولما كنا بنتخدم من الالف الى الياء. كل ده زي ما بيقولوا، مش هقول بقى سلف ودين، ولكن هقول لا، حب وود. صحيح صحيح. مش عايزه الموضوع يبقى حمل، بالعكس احنا بنعلم ولادنا يتباروا في خدمه الجد والجده. الله، فعلا. وممكن يرصد ليهم هدايا ويعني درجه من درجات البرافو واحتفاليه بقى فظيعه ان فلان هو اكتر حد ساعد الجد او ساعد الجده على مدار ايام شهر رمضان. الله، فعلا دي فرصه. علما بان الجد والجده في الاسر العاديه مهما كان الفرق بينهم وبين الاحفاد، هم حته من تركيبه الكيان العاطفي بتاع الحفيد. صح. لان لو لاحظتي هتلاقي ان هم المؤتمن على السر، والصديق الصدوق، والحنيه كلها، والحنيه الغير مشروطه. احنا اللي بنربي كامهات واباء، في اوقات ممكن احنا نصطدم طبعا، ولكن الجدود والجدات الاغلبيه منهم اذا ما كانش كلهم، واكيد حضرتك سمعتي الكلمه دي، طبعًا. انا شغلتي ادلع. ايوه. يعني انا والدتي الله يرحمها لما كنت اقول لها مثلا يوم شدي تقولي لا 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 انت تشدي براحتك، دي شغلتك انت، ام بتربي. صح. انا لا، انما انا خلاص انا ربيت، انا شغلتي ادلل. فلازم احنا نشرح الموضوع ده. صحيح. على مدار السنه. صحيح. شرح لطيف خفيف على قلب الصغيرين عشان يقبلوه، وبالوقت هم هيتعلقوا. صحيح. هيتعلقوا بالدعوه الحلوه من الجد او الجده، هيتعلقوا بنظره الرضا اللي بيشوفوها على وشهم لما بيساعدوا في حاجه، او الدعوه الجميله اللي بيسمعوها. صح.
او السر اللي بيروحوا يرموه في حضن حد خايف عليهم وبيسمعهم، او زعلان بيجري عليه في حضنه وهو اللي بيطبطب عليه. اه لا طبعا، يعني انا عارفه موضوع الجده ده والجد، فربنا يا رب يحميهم ويحفظهم. سريعا بقى يا استاذه سماح، يعني عشان احنا خلاص اقل من دقيقه، فكره التكافل الاجتماعي في رمضان مهم جدا حقيقي. خلاص احنا في البيت اهو، عرفنا ازاي الاولاد تتعامل مع افراد الاسره ومع بعض كمان، والروتين المفروض يمشوا عليه. التكافل الاجتماعي مهم جدا جدا خارج بقى كمان البيت، فسريعا يعملوا ايه وتعودوا على ايه؟ عوديهم دايما ياخدوا بالهم من اللي حواليهم، سواء باص المدرسه، الحارس بتاع العماره اللي انت ساكنه فيها، ضابط الامن اللي موجود بالليل في شارعك او في منطقتك او في حيك، او حتى العسكري بتاع المرور. دايما اساليه قولي له خدت بالك معاه فطار ولا لا؟ صح. واحنا مروحين مثلا ما معهوش، طب تعالى نزله غرفي طبق من اكل البيت ونزلي ابنك او بنتك بيه. الله. بعد الفطار ما شاء الله حارس العماره ربنا كرمه وعنده فطاره، ابعتي له حاجه حلوه، ابعتي له حاجه للسحور، ابعتي له حاجه اضافيه، ساعدك تطلعي حاجه فاكهه خضار لحوم كيس منهم، نزلي بنتك او ابنك بيه. لازم يبقوا فاهمين ان الخير اللي ربنا بيبعته لنا مش بتاعنا. صحيح، بتاع الكل. طبعا استاذه سماح عبد الفتاح استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه، بشكر حضرتك جدا على لقائك الجميل، وبشكركم مشاهدينا الكرام. باذن الله الاسبوع القادم حلقات جديده من برنامج البيت. دمتم في رعايه الله.